طب خليني اطلب من حضرتك حاجة، اللي هو يعني اكثر الايات التي تبهجك وتثير في نفسك وروحك الفرح، وعلى الجانب الثاني اكثر الايات التي تثير في روحك الشجن عندما تقرأ. يعني انا عايز اسمع ده وعايز اسمع ده. حاضر. يعني آية كده وآية كده. الآية بتاعت الشيخ محمود يعني اللي هي تثير فرحه، والآية اللي تثير شجن. دي مش بناء على طلب القراء الجمهور يعني، دي بناء على عليك انت، عندك انت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. ده سورة الزمر. فرحنا الآية دي. انت بتلاقي صدى كده خاص. طيب، وعلى الجانب الاخر الآية دي بقى تحس فيها ان هي يعني فيها مواساة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وطبعا سيدنا النبي قدوة لنا حسنة صلى الله عليه وسلم. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله. دي كانت تعزية في مقتل سيدنا حمزة، مش كده؟ تمام.